بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ينطلق على الخير، ينطلق بتوفيق الباري عز وجل هذه الانطلاقة وهذا الشوط الخاص بالجعادين، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة نتمناها دائما وأبدا للجميع. الله يقوي عزومكم جميعا وفالكم الناموس والتوفيق يا رب العالمين. يا الله، المركز الأول وصدارة الأسماء المسيطرة على المقدمة، هنا الانتقالة الرائعة والمميزة من وليف بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري مع المركز الأول، يليه ملبي لعوض بن أحمد بن محمد بالكيله العامري مع المركز الثاني ما شاء الله، وفي المركز الثالث الصيرمي محمد بن سعيد بن محمد الخيلي بن حمدش. الله يقوي عزومك يا بن حمدش على هذا التألق دائما وأبدا ما شاء الله. المركز الرابع هذا الذيب وعبيد بن خميس بالسم المنصوري مع المركز الآن الرابع، وفي المركز الخامس والزوايا الأخرى الكبيرة، هنا مغامر لعبد الله بن أحمد بالعود الرميثي. يا سلام بينما القاصد سالم بن علي بن هلال المنصوري مع المركز الآن السابع اللي انتقل من مركز إلى مركز، بينما بدوري آخذ الأسماء القادمة والتحديات والإثارة. هنا الذي انتقل من مركز إلى مركز كرار علي بن محمد بن جابر بن فاران المري ضيف عزيز، يا مرحبا وأهلا بكافة الأشقاء أبناء الخليج العربي اللي يشاركوننا هذا المهرجان وهذه الأيام الجميلة، كلها أيامنا أعياد وخير. الله يديم علينا وعليكم الفرح والأمن والأمان يا رب العالمين. مباشرة إلى المقدمة، عودة إلى الكيلومترين يا إخواني، والذي هنالك في مقدمة الشوط مسيطر هذه السيطرة وليف البخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري المقدمة الأسماء، بينما الدور المركز الثاني ملبي عوض بالكيله العامري مع المركز الآن الثاني، المركز الثالث معك يا بن حمدش يبحث عن النقطة الثالثة، محمد بن سعيد بن محمد الخيلي مالك الصيرمي مع المركز الثالث. الدور المركز الرابع الذي ينتقل نقلة جميلة، الذيب عبيد بالسم المنصوري مع المركز الآن الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الأعزاء، جلمود ناصر بن علي بن سلطان الغفيلي، أنعم وأكرم، أتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. الدور المركز السادس الذي بدأ يشق طريقه ويغير من مركز إلى مركز باحثا عن الناموس وباحثا عن الفوز، هذا الذهبي معك يا بن بداح فهد بن سعيد بن بداح، أيضا بن بداح العامري الذي بدأ ينتقل ولوكود ما شاء الله قلتها في البداية. الله يقوي عزومك والله ينصرك والله يوفقك يا بن حمدش ما شاء الله. الهاتريك معك يا الصيرمي، معك يا بن حمدش، دارك فرح وافراح، دارك مسرات ونواميس، فالك وفاله ان شاء الله الرموز، فالك وفاله ان شاء الله الذهب، ذهب على ذهب يا الخيلي، ذهب على ذهب يا بن حمدش. محمد بن سعيد بن حمدش الصيرمي مع المركز الاول ما شاء الله. المركز الثاني الوصول من حشيم حمد بن مسلم بن متعب العامري في المركز الثاني، والمركز الثالث ملبي عوض بالكيل العامري. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء الوصول من قبل وليف بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري، وفي المركز الخامس قوة عظمى حاضرة بكل قوة معك يا مالك الذهبي فهد بن سعيد بن بداح العامري مع التحدي ومع الإثارة لمالك الذهبي. التوقيت الزمني تكبير إنا لله وإنا إليه راجعون، بتوقيت جديد ما شاء الله، 4 دقائق
19 ثانية. أربع دقائق 19 ثانية وثلاثة أجزاء. التوقيت الأفضل في هذا الصباح ما شاء الله توقيت الصيرمي. المركز الثاني 4:23 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس له على هذا. معك يا بن متعب على هذا الفوز. وحشيم في المركز الثالث 4:23 ناخذ المركز الثالث 4:23 ثلاثة أجزاء. تهانينا والناموس لمالك ملبي سيد عوض بن أحمد بالكيله العامري. وفي المركز الآن الرابع التوقيت الزمني 4 دقائق أيضا 23 ثلاثة أجزاء. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لك يا مالك اللي هو وليف بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري. وفي المركز الخامس 4:23 و5 أجزاء ما شاء الله. والتوقيت والناموس ذهب أيضا مع مالكي.